صباح الخير واهلا وسهلا بالجميع. عاده نحن يوم السبت والاحد من يعني ما بنطلع صباح الخير كبرنامج صباحي كل يوم، لكن ايضا اذا اقتضت الضروره فلما لا. في النهايه انا هنا لست اقدم برنامج اذاعي تلفزيوني ذات مواعيد محدده، انا اتكلم من القلب، مش بس من قلبي، من قلب الحياة، يعني على حسب الأسئلة التي توجه لي، على حسب ما بشوف إن السؤال زاد التكرار أو الإصرار عليه. واليوم بدنا نتكلم في موضوع أكاد أجزم إنه يمكن هو الموضوع الوحيد اللي أتتني فيه رسائل من كندا، أمريكا، أستراليا، الجزائر، المغرب، الأردن، فلسطين، لبنان، السودان، اليمن، العراق، السعودية، الكويت، جزر القمر، موريتانيا، ايش بدكم، حط انت ايدك في الخريطة على اي مكان راح تلاقي هذا السؤال مطروح، لانه السؤال بيتعلق بالاطفال والطلاق والمتحدث الاعلامي باسم المشاكل الزوجية والطلاق. عادة لما بيكون في حروب دائما بنشوف، اليوم انتم عم تتابعوا يمكن الحروب اللي بتصير، دائما في اشي بسموه المتحدث الاعلامي، سواء متحدث إعلامي باسم الجيش، باسم الخارجية، باسم البيت الأبيض. هذا شو وظيفة المتحدث الإعلامي؟ بينقل الصورة اللي حابب الطرف اللي مسؤول اللي معينه إنه ينقلها للعالم، هذه وجهة نظره اللي هو حابب إنه يقنعك فيها. طيب، في مشكلة كبيرة مع الأطفال، بتلاقي اثنين متجوزين بلشت بيناتهم مشاكل، حصل طلاق أو ما حصل طلاق، الأب ماسك الأولاد وبكرههم في أمهم، شايفين أمكم؟ عشان تعرفوا أنا ليش بدي أطلقها، تعرفوا أمكم شو عملت؟ لا 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 لا. أو العكس، أو الأم، شايفين أبوكم شو بيعمل فيني؟ شايفين؟ أنا ليش طلقته؟ لأنه 1 2 3 4. أول شيء بدي أحكي لكم برافو عليكم ما شاء الله، أقنعتوا الأطفال؟ اقتنعوا الأطفال؟ هل أنت حسيت بالانتصار لما أولادك والله أنت مسكين يا بابا، مش عارف أنت كيف متحمل ماما، هل هذا بشعرك بالانتصار؟ يعني هل هذه الرغبة الشديدة ولا هو شعورك بالذنب تجاه الأطفال بيتطلب منك أنه هم يفهموا أنه مش أنت الغلطان، هي اللي غلطانة، وأنت الشعور بالنسبة إليك أنه مش أنت الغلطانة، هو الغلطان. طبعا هذه كارثة، وخليني أحكي لك ليش كارثة، وخليني أحكي لك إيش أنت قاعد تعمل في أولادك من غير ما تحس. انت نظرتك او نظرتك انت انه الاولاد لازم يتعاطفوا معك او يفهموا، لانه من وجهة نظرك الاولاد هلأ مش فاهمين ليش عم بيصير طلاق، فانا بدي اقنعهم انه ابوهم كان سيء جدا، انا حاولت لكن البابا كتير سيء وبالتالي انا اضطريت اني اطلق، والعكس تمام. لا حول ولا قوة الا بالله. الاطفال في حالات الطلاق يجب ان تفهم، انت لما بتنتقد الام او الاب انت ما عم تشوه صورة ام او اب، انت عم تعمل تشويه للصورة الذهنية عن الرجل بشكل عام، عن الاب بشكل عام، عن الزوج بشكل عام، او عم تعمل تشويه اذا كان رجل عم بيحكي مع اولاده عن الام ودورها في الحياة، عن المرأة ودورها في الزواج، عن المرأة بشكل عام. لذلك الاطفال اللي بيطلعوا من عائلات بصير فيها هذا النوع من أنواع الضغط على الأطفال إنهم يتاخذوا لموقف معين، هذا الطفل لا يمكن يطلع إنسان سوي. إذا كان طفل ذكر ولد وبالتالي أنت جلست وتكلمت عن أمه وإنه أمك وإمك وإمك واستطعت أنك تشيطن، حتى لو كان كلامك صحيح، بدنا نفترض أنك أنت متجوز شيطانة، يعني بدنا نفترض أنه هي أسوأ خلق الله. الحديث من الأب على الأم أمام الأطفال هذا يشوه صورة الأم، الولد ما بياخد الموضوع على إنه أمي حالة خاصة، الله يسامحها عاد أمي، يلا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أكيد في أمهات منيحة بس أنا اللي ما بعرف، يلا شو بدنا نعمل، حظي سيء، إن شاء الله بكرة أنا بس أتجوز وأجيب مرة عندي على البيت أكيد رح تطلع أحسن من أمي. الولد ما بيفكر بهالطريقة، انت قاعد بتشوه الأمومة، بتشوه الأنوثة، بتشوه المرأة في نظره، وبعدين بتطلب منه يطلع على الحياة ويطلع إنسان. واللي بيصير انه هدول الأولاد بس يكبروا وتبدأ عندهم المشاكل النفسية، يعني بكرة لما تشوف انت ربنا يمد في عمرك وتشوف ابنك معاه اكتئاب شديد وطول نهاره رايح من دكتور لدكتور وعايش على الحبوب المهدئة، ما تقعد تستهبل، ما تستهبلش، ما تقعدش تقول والله ما انا عارف هالولد ليش مرض، ما نستهبلش،
انت اللي عملت هالموضوع، ما تقعد لا ماليش علاقة، او تروح مرة تانية ترمي الموضوع على امه تقول اه ما هو امه هي السبب. لا 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 لا، مش امه السبب، انت السبب، امه جزء من السبب، وانت كملت على هذا السبب لانك شوهت صورة لأفضل وأجمل علاقة في الدنيا. طب لنفترض أن الأم أو الأب فعلا سيئين، يعني سيء، يعني الولد كان عم بنضرب من أبوه، طب شو نعمل؟ برضو في هاي الحالة لما بتجلسي مع ابنك ما تتكلمي بالسوء على أبوه. الله، طب ما هو عارف أنه أبوه سيء، ما بضربه. آه معلش، ما تشوهيش هالصورة قدامه. ممكن أتكلم معاه على أنه الإنسان بيغلط، أنه أبوه عم بمر بظروف نفسية صعبة. ممكن أتخذ هذا الموضوع كأسلوب أني أفهمه إيش اللي لازم كان ينعمل، مش أتركه بس أنه أبوك عدو. يعني أقول له آه معلش بابا عمل معنا هيك، بس أنت إن شاء الله بس تكبر رح تعرف كيف تتعامل مع أولادك يا ماما. شايف قديش بتوجع؟ أنا عارف أنه بتوجعك أنه بابا كان مش موجود، بابا مش سائل فيك، بابا مش معطينا اهتمام، بس هذا يا ماما درس من ربنا عشان تتعلم انت ان شاء الله بكرة بس يصير عندك اولاد انك تهتم فيهم. اما اقعد انقل الموضوع لانه انا اكون ضحية امام ابنائي واطلب من ابنائي انه هم يتعاطفوا معي وياخذوا موقف معي ضد امهم او ضد ابوهم، جريمة، جريمة بكل ما تعني الكلمة من معنى. هذا الطفل الذي امامك لم يكتمل في دماغه لسه وجهة نظر واضحة عن كل ما يحدث حوله. عندما تتدخل في تشويه أمور مفروض تكون بالنسبة له مصدر للأمان، الأم، الأب، الزوج، الزوجة، أنت تشوه صورة كاملة في ذهنه. وهذا اللي ينتهي أنه في النهاية بيطلع ولد مزواج كل يوم بتجوز وبيطلق. ليش؟ لأنه أمه وأبوه ما كانوش مناح مع بعض، وأمه كانت دائما تنتقد أبوه، أو أبوه كان ينتقد أمه. يعني بيطلع ولد بيقول لك المرأة هاي ما تعطيهاش عين، اوعى تعطي امرأة عين، ها تحكي كلمة بتروح بتطق زواج تاني عليها. من وين جايبها؟ تعال احكي لك من وين جايبها. زمان، فاكر زمان، مان واحنا صغيرين، رين لما كان بابا يبهدل ماما وماما ترد عليه بوقاحة، وبعدين الولد اخذ موقف انه امه كثير قاسية على ابوه، والاب يقعد عاد بينه وبين ابنه يقول له شايف امك، الله يسامحني على اليوم اللي اتجوزت فيه، النسوان هدول، وقعد حد بيسمع بهال، وهاي كلياتها بتتبرمج جواته في العقل الباطن. بيطلع للحياة بتجوز بنت عالم وناس وبيجيبها من بيتها، وعشان في يوم الأيام عملت الفطور من غير ملح ولا الغداء من غير ملح، بتذكر كل هالتسريبات التسربات اللي كانت موجودة جواته، فبيروح بده يتعرف على غيرها ويتجوز غيرها أو يطلقها أو يرمي أولاده. هذا الموضوع بالنسبة له سهل. ليش؟ لأنه في ألم وفي وجع، وهذا بنسميه تشوه معرفي. عنده تشوه معرفي أتى منذ الطفولة. مين اللي زرع الزرعة؟ الموقف هو اللي حط البذرة، موقف الخلاف. بس مين اللي سقاها مي؟ الأب اللي كان يحكي على الأم، أو الأم اللي كانت تحكي على الأب في حضور الأولاد. ومين اللي رباها واعتنى فيها؟ الأب والأم اللي كانوا يحكوا على بعض. فبالتالي الطفل طلع وأصبح رجل أو أصبحت امرأة وعنده تشوه معرفي كبير جدا عن العلاقة بين الرجل والمرأة. ومش بس هيك، أزيدك من الشعر بيت، بيجي بقعد معك بقول لك يا عم انتو جايين تحكوا على النساء والهذا، يا رجل اسكت انت بتعرفش الحياة، انت يا دكتور عايش في وهم، انا اللي فاهم الحياة، انا اللي بعرف. ليش؟ اذا الام تشوهت في نظرة الابن فخلص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. اذا امك ثم امك ثم امك طلعت من اوسخ الناس، إذا الأب أقنعك إنه أمك هاي من أوسخ الناس، بدك تروح تحترم غيرها ليش؟ إذا كانت هذه العلاقة الفطرية اللي تولد يعني فطرية، المرأة اللي حملتك في أحشائها وطعمتك من، وبالآخر يجي الأب يشوه هاي الصورة، على أي أساس بدك تقدم ثقة لأي امرأة أخرى؟ البنت اللي بتربى اللي بدل ما أبوها يعطيها الأمان هو اللي بياخد منها الأمان، وبتجي الأم بتعيشها دور الضحية إنه هي بنت لأب مستهتر وما بدنا نحكي ألفاظ هلأ نابية، وبتقعد بتحكي على أبوها قدامها. هذه البنت كيف بكرة بدها تحصل على الأمان من رجل آخر؟ كيف بكرة ما بدها تكون قاعدة في بيتها 24 ساعة تشك إنه زوجها رح يخونها؟ ليش عم بتشك إنه زوجها يخونها؟ لأنه ما عندهاش أمان. من وين جابت عدم الأمان؟ مش مأمنة برجال. إذا كان أبوها
اللي مفروض لازم يعطيها الأمان ما شاء الله، هو ما كانش سائل، وإمها اشتغلت بكل ما أوتيت من قوة عشان تشوه صورة الأب. بدكم تتطلقوا اتطلقوا، ما حدا ضربكم على إيديكم إنكم تخلفوا، لكن طالما خلفتوا وربنا أعطاكم هاي النعمة بدكم تتطلقوا، كلوا بعض، أنا مليش علاقة، كسروا بعض بس ابعدوا عن أولادكم. اقعدي قدام أولادك، أبوهم لسه قبل شوي ما مخليلك على التليفون، سكر التليفون، يقولي أبوكم بيسلم عليكم، أبوكم مشتاق لكم. ليش؟ ما أنا مش طايقيته، أعوذ بالله، هذا القذر، هذا أنا بدي أسأله. لا، هي أولادك، فكري بمستقبل أولادك، فكري ما تكوني أنت سبب في جريمة نفسية تحدث عند الأولاد. مهما كانت الخلافات والطلاق، ابعدوا أولادكم عن المشاكل، حافظوا على الصورة الذهنية عن الأب، عن الرجل، عن الزوج، حافظي على الصورة الذهنية عن الزوجة. الأب، المرأة، الأم. غير هيك حابة تدخلي أولادك في صراعات، دخليهم، لكن ستدفعين الثمن، ستدفعين الثمن، وراح تدفعي الثمن. مش إنه أولادك بكرة راح يتنكروا لك، فكرة إنه أولادك بكرة راح يكبروا، لا لا، أنا مربي أولادي صح، بيعرفوا، بيعرفوا، أنا حكيت لهم كل شيء، بيعرفوا كل شيء عن أبوهم، بيعرفوا. آه طيب ماشي، بس أولاد بنات الناس راح تدفع الثمن، وإنت السبب، إنت السبب. وأنا من عندي بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب، حسبي الله ونعم الوكيل في كل أم، بيروحوا بخلفه وبيجيبوا أولادهم بيدخلوهم في مشاكلهم. يا أخي اختلفوا، ما حدا، يا أخي الطلاق حلال، حلال، حلال الطلاق، اتطلق، ما حدا قال لك اقعد غصب عنك، اتطلقي يا أختي، اتطلقي وروحي على بيت أهلك، بس لا تدخلوا أولادكم. طب الأب سيء والأب بيدخل وبيعرط وبيصرخ طب ماشي، حتى لو كان الأب بيعمل هيك، كوني أنت الحضن، فهمي الولد أنه الإنسان مرات بيغلط، أبوك بيغلط، لكن لا تاخدي منه محبة، لا تفهمي أنه أبوه ما بيحبه. طب أبوه ما بيحبه، أبوه رماه، طلع غدر وطلع وراح ما رجعش، معلش قولي له أبوك بيفكر فيك كل يوم. يا سلام، وأنا شو بستفيد من هالقصة؟ أقعد أكذب؟ يا سيدتي، يا سيدتي، الموضوع مش موضوع كذب، الموضوع أنك أنت أمامك إنسان، طفل ما عم بيعرف يفكر. بتعرفوا الأولاد شو بيفكروا بالطلاق؟ الطفل في مرحلة الطلاق يعتقد بشكل جازم أنه هو السبب. الأطفال دائما بيلوموا أنفسهم، لا دكتور أنا قعدت مع ابني وفهمته أنه الطلاق مش هو السبب فيه، هو أبوه اللي لا ضيعي وقتك على الفاضي. بيرجع بيحكي أنا السبب، أنا أصحابي عندهم بابا وماما، أنا ما عنديش بابا وماما. ليش؟ الولد بيفكر أنه صاحبه محظوظ أكتر منه، وأنه هو سيء الولد. هيك تفكير الولد، مش بدكم تنزل، انزل لتفكير ابنك، انزل للتفكير. اليوم لما يكون ولد عم بيفكر أنه أبوه أمه في خلافات، وبتطلع بعدين على أصحابه لما بيروح على المدرسة، الأب هو بيجي بياخد صاحبه من ال، وبيشوف أبوه أمه مع بعض، شو الولد بيفكر؟ الشغل اللي في راس الولد انه انا سيء، انا لو كنت منيح كان الله بعث لي وماما وبابا كويسين. وهي الشغله الولد لا يبوح فيها للاهل، هاي بتضلها موجوده محش جوا. وهدول اللي بيكبروا لا امان ولا استقرار ودائما ضحيه، وهدول اللي بيضلوا يشتكوا. بتعرفي صاحبتك اللي بتضلها تبعث لك لا 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 لا، اسالي الشغلات اللي بتجي من انفصال ومشاكل الزوجيه وعدم الامان، والرجل اللي بيعرف شو يقعد في بيته، اللي يعني بتخنقه بس ما تقعدوش في بيته، بده يطلع بده يروح بده يجي، اخر همه بيته. هاي كلياتها جايه من مشاكل في هذا العصر لما كان هو صغير. علاقه الاب بالام، علاقه الام بالاب، علاقه الزوج بالزوجه، علاقه الزوجه بالزوج. انا جلست مره مع طفل بيقول لي انا لا يمكن اتزوج، هذا طفل بيتكلم، قديش عمره؟ 12 سنه. بقول له ليش؟ بقول لي بالآخر أنا بدي أتزوج عشان أمهم تتركني، تتركهم الأولاد، أو أنا أتركهم، فبلا منها أحسن. واليوم إذا بتشوف المجتمع واطلعوا اسألوا الأطفال، يا جماعة اسألوا الأطفال، راح تلاقوا الأطفال عازفين عن فكرة الزواج. بالنسبة لهم فكرة مقرفة، متعبة، مؤلمة، ما إلها داعي. وهذا الموضوع انتشر بشكل كبير، مش بس في العالم الغربي، كمان في عالمنا بدأ يدخل. انتهى هذا الموضوع، يعني صارت الناس تقرف وتعف هذا الموضوع. فإذا أنتم مش عارفين وما بدكم، إحنا بنجي بنقول يا جماعة قبل ما تتزوج ادرس، اقرأ، اقرأ قبل ما تتزوج. طيب افترض أنه أنت بدكش تقرأ،
يا سيدي ارجع لك ما قرأت انا، يعني انت بتقرأ على حسابي، ما تقرأش يا سيدي. بس يا اخي والله حرام، هاي انفس، هاي هدايا ربانية، لا تضيعوها، لا تضلك تحكي على ابوهم قدامهم يا اخي. كفاية كفاية موضوع الطلاق ووقعوا عليهم، اعطوا الاولاد دعم نفسي، لا تشوهوا صورة الابوة، مش الاب، الابوة، الامومة، الزوج، الزوجة. خلينا يعني اذا ابتليتم فاستتروا، اذا ابتليتم فاستتروا. هذا الشيء اللي انا حاب اشارك فيه، وهذا السؤال تكرر كثيرا من ناس كثير. اللي حاب بعاد تقعد مع اولادها وتقعد تقول لهم تعالوا اقولكم ابوكم شو عمل، يا ستي بالتوفيق وعند الله تجتمع الخصوم. واللي حابب يقعد مع اولاده عشان يكسبهم بصفه ويقول لهم تعالوا اقولكم امكم شو عملت، يا سيدي مبروك عليك، ما شاء الله عليك، يعني كسبت موقف مهم جدا، الأولاد اليوم واقفين معك ما شاء الله، بطل والله، بطل، الله يبارك فيك إن شاء الله بإذن الله تعالى. يا رب تكون معك بس كمية مبلغ هيك مالي كبير جدا عشان تستعد لمشاكلهم النفسية. يا أخي احكي على الأم والأب دائما بخير، دائما بخير. ذهب رجل إلى الرسول، الحديث اللي كل الناس عارفينه، قال له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال له الرسول لحظة شوي، كيف علاقتك في أمك؟ أمك منيحة ولا مش منيحة؟ أمك كيف بترد على أبوك؟ قال له هيك الرسول؟ ما قال له، قال له أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ما سألوا أبوك كيف بتعامل معك ولا أمك كيف بتعامل معك، ليش؟ مش مهم، المهم تخلي دائما صحابتك، صحبتك مع أمك مهما كانت أمك، وأبوك مهما كان أبوك جيدة. يجي واحد عادي يمشي عكس كلام الرسول ويجي يقول أمك، اسمع أنا إذا بموت أمك ما تمشيش في جنازتي، أنا إذا بموت أبوك ما يتدخل. شو في يا جماعة؟ إيش في؟ أنتوا اختلفتوا على عيني وعلى راسي يا أخي، طلعوا الأولاد من القصة، طلعوا الأولاد من القصة يا أخي، بكفي الهم اللي هم فيه، بكفي الأسئلة اللي بيناموا، الولد ما بينام من كثر الأسئلة، ليش ماما بتعمل هيك مع بابا؟ ليش بابا بيعمل هيك مع ماما؟ ليش بابا بيصرخ على ماما؟ ليش ماما بتصرخ على بابا؟ معناته الزواج هو عبارة عن صراخ، الزواج هو معركة. أنا ماما لو كانت قوية كان قدرت على بابا، أنا بس أكبر بدي أطلع قوية، فبتطلع هي إيش؟ وقحة، وبكرة بتتجوز وبتصير وقحة مع جوزها، وجوزها بيقولها صباح الخير بتقول له إيه؟ تقول ليش صباح الخير؟ ليش؟ لأنه ماما كانت ضعيفة وبابا كان كابس عليها. أنا ما رح أكون مثل ماما، أنا رح أطلع امرأة قوية متحررة. وفلتت البنت وراحت وصارت عدو لكل الناس، ليش؟ لأنه في عندها insecurity، شعور بعدم الأمان، بدها تطلع على أي إنسان، إذا واحد قالها صباح الخير بتفكر مباشرة إنه هذا رجل، والرجل دائما يريد السيطرة على المرأة، ونحن لسنا في مجتمع ذكوري، وأنا لن أعيش في مجتمع شرقي، ولن أعيش في جلباب أبي، وبتطلع وتصير صراخ، وبتصير امرأة أعوذ بالله، يا شر اشتر، ابعد عن الشر وغني له. أو ماما مظلومة وأنا متعاطف مع ماما، ويا حرام شو صار في ماما، ويا حرام، وتعي يا ماما أحكي لك شو صار معي، وبتطلع البنت مكسورة ومهزوزة وملهاش كلمة، وأقل كلمة بتصير تعيط ومش عارف، والحياة صعبة، وأنا ليش ولدت بنت، أنا ليش الله بقى خلقني بنت، أنا كان نفسي أكون ولد، البنات دائما مظلومات، وبتعيش شايفين وين منوصل. هاينا عم بفرجيك أنا، هذا زي فيديو سريع، عم بفرجيكي فيديو سريع للنتائج، ما بدناش هاي النتائج، احنا بدنا ناس، بدك تفهم لا يوجد بيئة مثالية لأبنائك. اوعى تفكر انك انت راح تأمن البيئة المثالية لأولادك. انا بدي البيئة المثالية، بدي الأب بيكون كتير منيح والأمامة تكون كتير منيحة، وبدي أوفر لأولادي مدارس خاصة، وبدي ممنوع يسمعوا كلام بذيء في الشارع، وممنوع حدا يموت لأنه أنا بعرفش كيف أحكي لهم عن الموت، وبدي أعزلهم عن كل شيء وأراقبهم في كل شيء، وممنوع يغلطوا، وبعدين بطلب من هدول الأولاد أنهم يطلعوا على الحياة وينجحوا. من وين بدهم ينجحوا؟ أنت شايف الحياة شو هي؟ هذا كيف بده ينجح في حياته؟ لا واجه مشاكل، لا واجه تحديات، لا عمل أغلاط، لا تعلم من أغلاطه، إيش فيه؟ لا يوجد بيئة مثالية. ولو في أبي ما... لو البيئة المثالية تؤدي إلى تكوين بني آدم جيد كان ربنا أعطاها للأنبياء، كان ربنا ما قتلش أمه كان ما ماتت أمه للرسول وأبوه، ليش الرسول يتيم؟ ما كان ربنا أعطاه البيئة المثالية. ولد محمد بن عبد الله لي عبد الله،
وأمه آمنة وعاشا حياة سعيدة، وكان الجيران يقولون أنهم لا يسمعون صوتهم من كثر الأناقة في ال... وهنا خرج محمد الطفل المتوازن. لا لا موسى، فإن خفت عليه فألقيه في اليم. عشان مين يربي؟ فرعون اللي هو في الدرك الأسفل من النار. إيه؟ فرعون اللي في الدرك الأسفل من النار هو اللي ربى موسى أولي العزم من الرسل. الرسول بيقول لولا موسى لك يعني لكانت صعبة علينا، يعني موسى هو اللي علمنا الصبر. تصور يا والله موسى تصوروا وانت قاعدة بتدوري على ابنك للجو المثالي. ما فيش جو مثالي، ما في جو مثالي، ما بدنا جو مثالي. بالعكس أغلاط الأب وأغلاط الأم تستغل عشان نفهم الأولاد إنه كلياتنا بني آدمين. الولد لما يشوف إنه أبوه بيغلط وأمه بتغلط وبعدين بيرجعوا عن غلطهم بيفهم إنه بكرة لما يغلط وراح يغلط لازم يرجع عن غلطه، بيعرف إنه في بوصلة لازم يرجع لها دائما. لما بكرة لما أنا أجي أنصح ابني وأقول له شوف يا بابا أنا بدي إياك تعمل كذا كذا وهي أغلاطي اللي أنا استفدت منها، لما أكون أنا بغلطش قدام ابني وأنا حاطط لابني الصورة المثالية ابني ما بيسمع كلامي. ليش؟ الإنسان لا يحب الاستماع لمن هم مثاليون. لذلك لو نزلت ملائكة، لو نزلت ملائكة على الأرض فقالت لنا افعل ولا تفعل لما كنا رددنا. ليش يا أخي؟ أنت ملاك، أنت أنا مش ملاك حبيبي، أنت ملاك، أنت أنا مخلوق عندي غرائز، فرجاء ابعد عني أنا ضعيف، تقعد تتفلسف علي وتقول لي. لذلك لا تتفلسف على أولادك، قل لهم هاي أغلاط وأنا غلطت واليوم أنا صرخت على ماما وأنا وماما عم نتقاتل ومرات أنا بفقد أعصابي. بس تعلموا يا أولاد لا تفقدوا أعصابكم. لذلك أنا بكرة بدي أتصل في ماما وأعتذر منها. تقول لي شو هالكلام المثالي هذا، بدي أستفرق يا دكتور، في 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 رجل بيعمل هيك. يا أخي بلكي أنا فيديو تبعي مش لكل الناس، الكل رح يسمعه ورح يكون شاهد عليه، بس في ناس ممكن تستفيد مني. طب يا دكتور ما أنت مش عارف زوجتي شو عملت معي. معلش يا أخوي بس أنت رجل، خليك رجل لأولادك، أنت أب خليك أب لأولادك. معلش تحمل، مش عشان مرتك ولا عشانك، عشان أولادك، هدول مفتاح جنتك. هاي المواقف اللي ممكن في يوم الأيام تشفع لك عند الله، لما ابنك يطلع إنسان متزن والناس تقول الله يرحم اللي رباه، ترفع يديها وتقول الله يرحم اللي رباك، هذا أنت اللي ربيته. هاي الدعوة اللي أنت لازم تدور عليها. وأنت رغم القسوة وبجوز كان في ضرب وبجوز كان في إيذاء، بس رغم هيك لما تجلسي مع أولادك احكي لهم دائما عن الأب اللي بحبهم، احكي لهم دائما إنه أبوكم شايفين قديش بيصرخ وكذا، بس خلي واحد يقرب عليكم أبوكم بياكله بياكله. طب والأب مش موجود؟ معلش معلش خلي الأب دائما مصدر أمان. معلش تحملي، وبعد ما بعد ما تخلصي طلعيهم برا، سكري على حالك الباب وامسكي ورقة وضلك اكتبي كلمات بذيئة، ابني المين بلا 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 بلا. معلش بس انت بتشتغلي لأولادك، حبوا أولادكم، بدنا نعلمكم تحبوا أولادكم، بدنا نحب أولادنا. ولا ابنك مسكين ضعيف بيزعلوا الأولاد بحزنوا. بس هاي رسالتي، عسى الله أنه ينفع فيها إنسان. بدك تتطلق اتطلق، بدك كلوا بعض كلوا بعض، بس ابعدوا عن الأولاد، ابعد عن الأولاد، ابعدوا عن الأولاد. بس هاي رسالتي لليوم. ولذلك أنا اليوم صلي فترة كثير مهتم، لأنه هدول الأطفال هم مستقبلنا. أنا بكرة لما بدنا نشيب أنا وإنت مين بدي يضل إذا ما في طفل ولا ما في حدا في يعني؟ والعمل الصالح هو اللي بيجيب لك ناس تهتم فيك. لذلك ركزنا كثيرا على الذكاء العاطفي عند الأطفال، وهذا اللي راح نحكي عليه بالتفصيل في ورشة العمل القادمة اللي راح تكون في شهر 7. يعني ضايل كم يوم ونسكر التسجيل، فاستغل الفرصة. سعر رمزي، سعر السعر مختلف من دولة لدولة على حسب الدولة. يعني مثلا مثال الجزائر بسبب ظروف العملة والكذا عاملينهم سعر خاص. المغرب، فاسأل انت حسب وكيلك، واذا انت في اي مكان تاني بالعالم التسجيل عن طريق الرابط. رح نوضع كل التفاصيل في اعلى الفيديو ولليوتيوب في وصف الفيديو. اشكركم على الاستماع، واتمنى انه اكون يعني اعطيت رسالة تفيد طفل في يوم من الايام. عسى الله ان يشفع لي بها ويشفع لكم بإذن الله. نراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.